صباح الخير. عند سماعك لرسالة الصوتية هذه فغالبا سأكون في الطريق إلى وجهتي القادمة. أود إخبارك أنني قضيت معك وقتا ممتعا، لكن للأسف أظن أنه الوقت الأمثل لنبتعد عن بعض ولو لبضعة أيام. فمزاجك المتعكر ومزاجي حتما لن يجتمعان. لأكون صريحا، فقد أصبحت أحس بنوع من الضجر. كل يوم أرى معك نفس الوجوه، نفس الأيام والأعوام تتكرر. حتى مصطلح التوتر ذاك لم يعد يفارقني. أنا الآن في مكان مليء بالحب، كل ما أراه وأسمعه طبيعي، كلاب تجري وضياك تصيح. هذه هي الحياة، الحياة التي كنت أتمناها، وها أنا دا أعيشها. أنا الآن أذوق طعم الحرية، الحرية التي سلبتيني إياها أياما وأيام. أنا الآن خارج أسوار سجنك. هذا ابن خالي يونس، مجتهد ومثابر، يعمل دون كلل أو ملل. اليوم هو آخر أيامه هنا، لذلك هو يعمل كغير العادة بطريقة جد متكاسلة، فهو بين سعادة وحزن. غدا سيسافر لقاء شخص مهم جدا، هذا الشخص الذي لم يلتقي به بعد، لكن كل صوره مزينة في غرفة نومه. على الرغم من معرفته لخطورة هذا السفر والمسافة التي قد تؤذي بحياته، لكن في نفس يونس تستحق كل هذه التضحية، خصوصا وأن كل من التقى بذلك الشخص عاش حياة مثالية وحقق المبتغى الزائف من الحياة، الحياة الزائلة، الحياة التي أنستنا ماهيتنا وغاية الوجود. وفي الأخير يبقى السؤال المطروح: كيف دينا؟ إلا الكارويلا سير الله سير.